أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولوية التي تمنحها الدولة لتطوير جميع محاور منظومة التعليم، خاصة العنصر البشري من خلال حسن الاختيار والتأهيل، بما ينعكس على جودة الخدمة التعليمية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. والفريق اشرف سالم زاهر مدير الاكاديميه العسكريه المصريه حيث تم تناول عدد من محاور التدريب والتاهيل لمكونات العمليه التعليميه وعلى راسها دعم وبناء قدرات ومهارات المعلمين في ظل ما يمثله المعلم من ركيزه اساسيه للمنظومه التعليميه حيث تم في هذا الصدد استعراض الجهود الجاريه التي تشترك فيها مختلف اجهزه الدوله لرفع مستوى وتطوير اليات انتقاء واعداد الكوادر العامله بالمدارس المصريه حيث اكد السيد رئيس الاولويه التي تمنحها الدوله لتطوير جميع محاور منظومه التعليم خاصه العنصر البشري من خلال حسن الاختيار والتاهيل سواء الفني او الشخصي بما يضمن تحقيق أعلى درجات الموضوعية والحياد والجدارة، وبما ينعكس على جودة الخدمة التعليمية التي يحصل عليها أبناء وبنات مصر في المدارس